مساء الخير، كل عام وانتم بخير جميعا. احنا باولى حلقاتنا من برنامج رمضاني ميداني عبر قناه هلا الفضائيه، وطبعا محضر لكم كتير مفاجات. انا والمصور محمود حجاج رح نترافق سوا على مدار كل الايام بعد الافطار مباشره، حتى نعطيكم دائما كل ما تستحقون عبر قناه هلا الفضائيه. وطبعا زي ما شايفين حوالينا الناصري باحلى حله رمضانيه مزينه، حتى تستقبل مش بس اهل الناصري، ضيوفنا وكل المناطق رح ترافقنا كمان، ونكون عندها كضيوف احنا ونسألكم كتير أسئلة، محضرين لكم كتير مفاجآت. خلينا هيك مع الكاميرا محمود ناخذ كمان الزينة الموجودة هنا بدوار النافورة. وطبعا يعني الناصري شوي شوي بعد الإفطار عم تنزل الناس على البلد، وإحنا طبعا بعدنا بأولى أيام رمضان، شوي شوي الناس رح تصير تنزل أكتر على البلد وإحنا نفاجئها إذا كان بأسئلة ومفاجآت كتيرة. انتظرونا يوميا بعد الإفطار، وإحنا طبعا اليوم كتير رح نلتقي بناس مش عارفين مين، كله تلقائي وكله عشوائي، فأهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا بفكر أنه حسب شو يعني الخلفية تبعتنا بالناصري مزينة حتى تستقبل هالشهر الفضيل والكريم رمضان، وبأحلى حلة دايما مع قناة هلا الفضائية، ونعطيكم دايما أحلى ما عنا كمان بتلقائية وعشوائية، وبنعرف دايما أنه أنتم بتحبوا هاي الأشياء. شو رح يطلع معنا؟ خلونا نشوف، تعالوا معنا حتى نبدأ هيك لقائنا مع ناس. أول ما نشوف ناس نازلة بعد الفطور على الشارع احنا راح نفاجئها باسئلتنا وكمان مفاجاتنا عبر قناه هلا الفضائيه وطبعا موقع بنت العالمي. بعد الافطار برمضان وين اكثر ناس بتكون؟ محلات الحلويات، ومحلات الحلويات بالناصري معروفه طبعا، وهون احنا موجودين وابو القيس راح يفيدنا كثير. حلويات كثيره بس احنا بدنا نحليكم بكثير اشياء، وراح نسال اسئله مفاجئه. ممكن نبداها بابو القيس. ابو القيس وينه؟ ابو القيس اول شغله، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ويعطيك الف عافية. طبعا احنا فتنا بعز الضغط محمود، وشوف اسا ابو القيس اول اشي يعني احنا باوائل شهر رمضان حبيبي. كل عام وانت بخير جميعا. وانت بالف خير. كيف هيك ملاقي الاجواء؟ انا بعرف انه والله بعد اجواء كتير حلوة واجواء رمضانية كتير حلوة، وفي اقبال الحمد لله رب العالمين. وانت بخير طبعا. وانت بالف خير. يعني وانت بالف خير، شرفتونا اهلا وسهلا فيك. انا بدي اسأله سؤال هيك مفاجئ لابو القيس. جاهز؟ ان شاء الله ممكن تساعدوه. يعني ان شاء الله يكون جاهزين له. ممكن اللي حواليك يساعدوك، يعني بقولوا دائما خلقان قبل ابليس بالجنة. لا طلع يعني هي هي متعلقة هيك ب يعني يعني مش سنة. عم بساعد انا، شايفين كيف بساعد؟ يعني بقولوا دائما هذا الانسان قد ما هو قوي وهيك دائما فرتيك بيقولوا بالعربي. خلقان قبل ابليس ب مش بيوم ولا بسنة. دية. لا شو ضل بين اليوم والسنة؟ تاني. بين اليوم والسنة. شهر بشهر. حبيبي. إبليس بشهر. شهر. سوري. صدري كنافي. على كل حال بقول لك شغلة، يعني كتير ناس موجودين عندكم. احنا بنعرف انه اجواء رمضان دايما بعد الافطار الكل بفطن، انه يا بدنا نوصي يا بدنا نمرق ناخذ هالصدر الحلو ونروح عند الناس اللي عازميننا مثلا او هدايا. اكيد اكيد. شو بتنصح انت اليوم يعني مثلا رمضان بعدنا باوله؟ اكيد احنا اليوم بتعرف دايما بيجي دايما اول يوم اقبال من رمضان، يعني الناس اكثر شيء بتطلب القطايف، يعني اكيد هذا يعني ما بالضبط زلابي والقطايف طبعا الشغلات السخنه الزاكي طبعا حلو. اما على القطايف دائما شيء طلب غير شكل، يعني من الصبح نقول الحمد لله، يعني من الصبح اقبال كثير منيح منيح على القطايف. اكيد عشان هيك مش عم نقدر نحشي قطايف ونحط على البسطه بالزبط. عشان في اقبال يعني كثير على العجينه. ايوه اكثر صحه على العجينه. على كل حال ان شاء الله هيك يعني يكون شهر حلو زي هالحلويات اللي ورانا بالخلفيه، يكون شهر حلو على الجميع، لانه رمضان عن جد شهر خير، واحنا طبعا بنحاول قدر المستطاع كمان نزيد ابتسامه على وجوه كثير ناس. فبدنا نشكرك ابو القيس حبيبي. بسيم شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم. كل عام قناه هلا الفضائيه يا جماعه هاي السنه مفزعه تفظيع، كمان انه مباشر مع كثير ناس. أهلا. فاهلا وسهلا فيكم جميعا. اهلا فيكم، اهلا بقناه هلا. الله يسعدك، شرفتونا، اهلا وسهلا. تسلم تسلم. بدنا نسالك مثل، مثل كثير كثير يعني حلو متعلق بشهر شباط، مع انه احنا بنيسان. المثل بيقول شباط عدو مين؟ العجايز. العجايز والله وعرفت. على كل حال خلينا نستغل الفرصه ما زالك هون، والحلويات المعروفه طبعا برمضان يعني غير القطايف والزلابي.
شوف إن كتير إقبال على القطايف إسا حاليا حتى مش ملاحقين بالمرة بالمرة، يعني يا دوب عم نبيع عجين والناس أول بول. هاي بعدنا في بداية الشهر، بعدنا في بداية الشهر أول أسبوع الناس كل الوقت بتروح على القطايف على الزلابية، وبعدين شوي شوي بتروح على السخن وبترجع على الكنافة وللفطير ولا أي الشغلات. بس بالإضافة في عندك الحلويات الباردة خصوصا إن الدنيا عم بتحمى، في عندك حلاوة الجبن، في عندك ليالي بيروت، في عندك كتير أشياء باردة، كتير اشياء المدلوقه، كتير اشياء اللي هي الباردة واللي هي زاكيه كل واحد ولا نتفي صح؟ لا بالمره مع كولا دايت. على كل حال طبعا ان شاء الله شهر حلو يكون كحلويات تذكرتها، وان شاء الله دائما الكل يكون مبسوط معنا بهالشهر الفضيل. كل عام وانت بخير. وانت بخير وانت بالف خير. اهلا فيكم. خلينا نتابع، متابعين معكم البرنامج الرمضاني الميداني عبر قناه هلا الفضائيه. وطبعا بعد الحلويات، في غير الحلويات في كتير اشياء التقينا. نتعرف عليك. اشرف طلوزي من الناصري. اشرف من الناصري. اشرف طبعا زي ما شايفين هالبسطه هاي اللي صار معروف مكانها وزمانها دائما 20 سنة. طبعا بتبيع انت الترمس، الفول، الذرة مع زبدة وبهارات، ترمس وفول مع حامض، مع كل بقدونس، كمون، ملح الليمون. الناس بتحب هاي الاشياء. مش على كل حال احنا برمضان، يعني اوائل شهر رمضان، وعم نشوف انه كتير ناس اقبال على الحلويات بعد الافطار وبرنامجنا بعد الافطار، فاحكي لنا شوي عن الاقبال على البسطة هنا. اطلع، الناس بتحب الحلويات بعد الافطار، وكمان بعد الحلويات الواحد بطلب مالح بده يكسر الاشي سامع. بقى طبعا الناس بعد ما تهضم الاشي بتيجي كمان متأخر شوي. يعني بصير بعد العشرة، بعد الـ11، بعد الـ9، بعد الـ10 تنهى الناس تهضم الاشي. على كل حال بدنا نسألك مثل شعبي، انا بعرف انك انت اشياء شعبية عم بتبيع، وحضر لك مثل بيقول يعني يوم عرسه، انت متجوز؟ انا متجوز. متجوز. يوم عرسه وجعه شو؟ درسه. صح. فظيع، يعني ظاهر واجع درسه يوم عرسه. لا الحمد لله، لا نشكر الله. بس انه هذا معروف المثل طبعا، يوم عرسه وجع درسه. أيوة. كان زمان ما في طبعا زي اليوم اطباء اسنان وكل هاي الشغلات، فيا يأجلوا العرس يا بعرف شو يعملوا، يا يكبعوا بزردية. فالف الف مبروك لك طبعا، يعني ربحناك احنا، وبنفس الوقت انه اعطيتنا كمان معلومات. وبنفس الوقت بنقول رمضان كريم، بعدنا باوائل الشهر الفضيل، وان شاء الله يكون خير وسلام على الامه الإسلامية والعربية وكل الناس، مش كل بس الناس. مش بس الإسلام، عن جد رمضان لكل الناس وأجواءه بتجنن لكل الناس. شكرا لك حبيبي، الله يسعدك. أجواء رمضانية متابعين معها بعد طبعا الإفطار ببرنامج رمضاني ميداني مثل ما حكينا كل يوم طبعا من شوارع الناصري، قريبا جدا من كتير مناطق. التقينا بإنسان بنعرفه كتير، وطبعا مطعمه بيشهد عنه، أنا بديش أعمل دعاية بس هو ما بده دعاية. حبيبي بسيم، حبيبي الله يخليك. يا بسيم كل سنة وتسالمين، ورمضان كريم على الجميع يا رب، والله يهد البال، وبدناش مشاكل ان شاء الله السنه. ان شاء الله. يعني نتعرف عليك اكثر، خلي كل مشاهدين قناه هلا يتعرفوا عليك كمان. حبيبي هاني ابو شهاب من الناصري، مطعم هاني، صاحبين مطعم هاني، وابن الناصري يعني عن التعريف ابن الناصري. وبعدين طبعًا كل الناس بتيجي بتسال عنه، يعني صار بالاسم معروف. انا اليوم بدي افاجئه لهاني، هو يمكن مش عارف انا شو بدي اساله، بس بمناسبه رمضان طبعا، يعني رمضان بيرجعنا هيك للشعبيات، حضرت لك مثل شعبي ناقصه كلمه، انا بدي اساعدك كثير، وممكن يساعدوك كل اللي بالمحل كمان هاني. يعني المثل بيقول مثل الضفدعه قوتها بشو؟ تقول ليش بعضلاتها بناشد حدا ينط، بس انا عم بساعدك، يعني الضفدعه عندها قوة بالصوتها. بالصوت. قولوا لي الزكا يا عمي عند هاني. شو بقول لكم هاني، اول شيء بقول لك يعني يعطيك العافيه حبيبي، وتضلك قوي هيك انت كل الطاقه. الله يخليك خي ان شاء الله. مهم جدا يعني برمضان، شو بتنصح الناس هاني بعد الافطار؟ يعني انا بعرف انه مائده الافطار بيكون فيها كتير اشياء طبعا، انا وصلوا عندك كمان شغلات يعني يحطوها على المائده. اول شيء مائده الافطار حرام يكون اكثر من طبخه واحده. حرام يكون اكل كثير، وحرام ينكب اكل كثير. مهم جدا يعني بعدنا باوائل شهر الفضيل طبعا، كثير ناس انا بشوف يعني بينزلوا كمان حرام. موائد مليئه حرام بالشرط وبالضل طبعا، كثير ناس طبعا فقيره، وفي كثير ناس يعني عليه محتاجي. بالضبط شو بدي اقول لك، يعني الناس بخير وكل سنه وتسالمين، واحنا كمان هون المطعم انا مستعد اقدم اي شيء لاي عيله بحاجه. هذا كثير مهم، لاي عيله بحاجه انه ممكن بدها تتعشى، بدها تاكل، بدها شيء للبيت، احنا جاهزين مستعدين عن طريق بسيل، عن طريق بسيل دموني احنا جاهزين. وعيوننا هون، يعني اي حدا عنوانكم هون، هذا شيء كثير بيسعدنا طبعا. لو كل المحلات هيك تعمل والمطاعم طبعا، احنا مستعدين، محتاجه طبعا طبعا طبعا، فحلو كثير انه كمان نساعد، ليش لا؟ أكيد حبيبي بسيم، كل عام وانت بخير. الله يخليك وانت بخير. شكرا.
احنا متابعين بالبرنامج الرمضاني الميداني، وشوفوا شوفوا شوفوا مين التقينا هون بالناصري بالشارع الرئيسي. شوفوا مين. انا كاخر. ضحكي عن جد من القلب. انا بقول لكم شغله، لما يضحك كاخا معناته كل الناس بتكون مبسوطه. يعني انشهرت، احكي لنا شوي كاخا. اول شيء هذا اسم الشهره صح؟ الا الشهره. احكي لنا شوي كاخا، كيف طلعت هاي الضحكه معك وكل الناس اليوم بتقول لك زي ضحكه كاخا؟ هاي ضحك من قلبي عن جد، يعني طلعت هيك عشوائيا. لا من قلبي، من القلب. الا شو بتقول؟ حلو حلو. بدنا لحظه لحظه لحظه، بدنا بهذا البرنامج كمان يضحك لنا هالضحكة، بلكي وصلت هيك فرح وطاقة إيجابية لكتير ناس. يلا ثلاثة أربعة. هاي الضحكة لكل الناس. هاي ضحكة من القلب يا جماعة. بتمنى أنه الكل يضحك، لأنه شهر كريم وفضيل، صلوات، إيمان، تقوى، كل هاي الشغلات. بس كمان الإنسان بده طاقات إيجابية ليتابع وبده فرح. بدي أسألك سؤال إسا، خلينا نشوف ضحكته حلوة وشاطر، بس خلينا نشوف الذكاء اللي عند كاخة. جاهز؟ لا مش انا اسالك سؤال. لا انت ذكي، بس بدي اشوف قديش الدرجه. انا عم بعمل لك فحص. طلع يعني بيقولوا دائما كخا، بيقولوا اللي لدغته افعى، يعني حي اللي لدغته افعى بخاف من جره انسان. لا الا طلع، يعني اللي انتبهوا معي على المثل. وكخا اسا عم بفكر، هو بده يلاقي كلمه واحده ناقصه. اللي لدغته افعى اللي هي الحي طبعا، بصير يخاف من جره البسة. لا قلت لنا البسة. بصير يخاف من جرة إشي بشدوا فيه، مثلا بيعملوا فيه رياضة. عم بساعده الحبل. يعني ها الحبل كله هاي حبل. الحبل. على كل حال كل عام بخير عن جد. يعني اللي لدغته أفعى بصير يخاف من جرة الحبل، هذا مثل ما كذب. كاخ بدأ أشكرك، هقول لك كل عام أنت بخير، رمضان كريم على الجميع. طبعا احنا متابعين برنامجنا حافل خلال كل أيام شهر الفضيل بعد الإفطار، لقونا دائما. احنا متابعين معكم مثل ما ملاحظين. طبعا الأجواء عم يعني زي ما بيقولوا عم بتزيد أكتر هيك بالشوارع، السيارات والناس كمان. تعرف عليك سهاد بنا من الناصري. سهاد بنا من الناصري. طبعا سهاد، يعني أول إشي نقول لك كل عام أنت بخير. اليوم أوائل الشهر الفضيل، وشو كيف ملقتي لنا هيك الأجواء في الناصري؟ بتجند الناصري دائما عنوان للتآخي والحب، وكلتنا عايشين كل حياتنا بوئام وحب وجايين نشتري قطايف دائما. يعني بعد الإفطار دائما حلو. وصوكي على قطايف أكثر، مش كنافة مثلا أو جيبي؟ لا إحنا جايبين زلابية. زلابية وقطايف بجبنة وجوز كمان. ألف صحة وهنا. على كل حال بدنا نشوف إسا زكا سهاد. أنا بسألها طبعا مثل شعبي، بدي أزيد يعني بدي أعطيها نص المثل. شو رأيك؟ يلا. نص المثل. المثل بيقول اللي برميك في البير مش ناوي لك كلمة واحدة. اللي برميك بالبير مش ناوي لك، يعني حدا برمينا في البير شو بيكون ناوي لنا؟ الخير. مش ناوي لك مش الخير. الخير. فظيعة فظيعة. يعني اللي برميك في البير شو بده يكون ناوي لك؟ شو بده يكون ناوي؟ الشر. فمش ناوي لك الخير. مزبوط. إسا بشهر الخير نصيحة هيك سهاد منك لكل هالشباب والصبايا اللي عم بيشاهدونا عبر قناة هلا الفضائية، شو بتنصحيهن مثلا بعد الإفطار؟ أنا بلاقي كتير شباب وصبايا بمسكوا هالتليفون وبقعدوا بالبيت. لا أنت شو بتنصحيهن؟ يعني عم بتشوف الأجواء محلاها وبعدنا أول أيام شهر الفضيل. صحيح. أنا بنصح الجميع إنه يفوت يريجوا يتمشوا بالبلد. فيش مثلا ريحة تراب بلادنا ولا أحلى منها. لا فيش بكل العالم، وأنا يعني فرّيت بكتير دول بالعالم وسكنت بكتير دول، زي تراب الناصري مستحيل ألاقي. أكيد بكل المدن إحنا رح نكون، مش بس بالناصري. يا جماعة أحسن تقولوا بخاوز مع أهل بلده. لأنك نصراوي. نصراوي خلاص. النصراوي هاي رح نفر ونحب الكل. متابعين بقناة هلا الفضائية، وهالمرة زي ما شايفيني أنا يعني ممكن أطير، بعرفش، لأنه كل الشباب هون بهاي المنطقة جايين على الموتورسيكلات تبعتهن يجيبوا حلو لأهليهن. وطبعا التقينا بالشاب كنان أبو أحمد. كنان أبو أحمد. كنان احكي لنا بالأول، يعني أنت قديش عمرك؟ 17 سنة. 17 سنة وبسوق هذا الموتور اللي هو طلعه يعني طيارة صح؟ 125 فل سبيد. 150 150 وبتسوق 150؟ اه. مش خطر شوي؟
خطر هو بس لازم ننتبه احنا اكثر شيء لازم ننتبه اهم شغله يعني اذا بدك تسوق سوق بس اول شيء يعني قوانين السير نحترمها يعني نحترم المشاة يعني ترفع بالاخر بالزبط. تموت وتقول لا لا بدناش بعدين بشهر رمضان اول شيء كل عام انت بخير وانت بألف خير كيف ملاقي هيك الاجواء يعني في كثير مطارات بالبلد كمان والله الاجواء كثير حلوه وكمان طلع المقطار بسم الله كل جاي يشتري قطايف وهيك يشتري قطايف وحلو اكثر شيء قطايف على كل حال انا بدي اجرب هسه اشوف سرعته مش بالسواقه بالمطور بدي اشوف سرعته بيختار لنا كلمه ناقصه يعني كل الناس بيقولوا بالمثل كل الناس رقصوا واحنا حطينا شو بتروح سهرات انت صح بتروح مع اهلك سهرات اول ما يفوتوا شو بيعملوا على السهره ندور على الطاوله لا قبل الطاوله مش عارف والله عم بيساعدك بقول لك بيسلموا صح بيسلموا بس بيسلموا كمان إشي بيكونوا هكلانين همه كل نكوت صح كمان مره كل الناس رقصوا واحنا حطينا نكوت نكوت فظيع فحلو كتير غير انه سريع بالسواقه كمان على المطور كمان سريع ولا الكلمه مع انه كل الناس يعني بعد عيد الفطر بصير عندنا موسم اعراس كل الناس بتهكي الهم من قوط ففكروا فيها شوي يعني نحاول نغير كمان على كل حال كل عام وانتم بخير احنا متابعين مع برنامجنا الرمضاني الميداني عبر قناه هلا الفضائيه وعبر مجموعه بانيت جروب اهلا وسهلا فيكم جميعا متابعين معكم البرنامج الميداني الرمضاني من شوارع الناصر اليوم طبعا رح نكون بمدن أخرى خلال شهر الكريم والفضيل رمضان بعد الحلويات الكل بده كمان أشياء مالحة ومين مختص بهذا الموضوع خلينا نتعرف عليه مساء الخير توفيق علي موسى محمص توفيق من ناصري الله يسعدك توفيق طبعا احنا بالتوفيق للجميع وخلال شهر الفضيل نقول لك كل عام بخير انا بعرف انه كتير بصير الطلبات تزيد على شغلات اللي هي احنا بنسميها للتسليه يعني بعد الافطار بده يقعد الواحد يشرب له شغله خفيفه وكمان موالح يتسلى اكيد الجسم بطلب حلو وبطلب مالح اكيد كيف بتلاقي الاقبال يعني بعدنا باول رمضان من فتره وجاي رمضان صار فيه كتير سهر احنا واحنا صغار ما كناش متعودين هيك بس من كم سنه جاي صار فيه كتير تلاقي الناس تسهر صارت تحب تسهر يعني اليوم صارت الناس اغلب الناس تنام بالنهار وبليت لك يلا سهر شهر رمضان صار اجواء اكثر ليليه فصارت تحتاج الحلو والمالح اما الاقبال الحمد لله اكثر يعني بزيد مثلا الشغلات اللي هي بزر اكثر لا الاكثر هي بتروح على الخلطه اللي فيها اللي فيها بدون تفسفس يعني بدون الخلطه يعني فلت الخواص هو قاعد بس بده ياكل بده يفسفس على كل حال انا اسا بدي على السريع مش نفصفص هون احنا بدنا نساعدك طبعا في امثال كثيره وبقولوا الناس كمان انت بتستعملها انه بتغربي المرات شغلات صح فالمثل من كلمتين كثير ناس بتقول يلا غربلناهم شو عملوا كلمة تانية لك شوي طلع انت بتستعمل يعني بتستعمل الشغلة هاي بشغلك هون وانا شفتها مرة عندك يعني لما تغربل انت بتستعمل نظفناهم هات نوصلوا للكلمة توفيق توفيق يعني انت لما تغربل بتستعمل شغلة اللي هي الغربال الغربال اسا مرات صفناهم لا مرات بدك مثلا الطحين شو بيعملوا فيه كيف بيعملوا بغربلو بنط غربال بستعملوا شيء ثاني بالطحين ايه والله مش زي بال بستعملوا شغله اللي هي مش غربال زي الغربال بس منخل شوي نخلناهم وصلتك ولا وصلتك وصلتني فالمثل بيصير غربلناهم نخلوهم ديروا بالكم تغربلوش حدا بنخلوكم فشكرا لتوفيق اهلا وسهلا فيكم جميعا احنا متابعين طبعا بكثير كثير مفاجآت خلال الشهر الفضيل بعدنا باول يوم صرنا شايفين كثير ناس وحاكين معهن وقالوا لنا على الاجواء الحلوه ان شاء الله هيك يستمر الشهر بخير ان شاء الله بس هيك يعني رجاء خاص للناس انبسطوا بهالشهر استغلوا لشغلات كثير حلوه ايامه حلوه اجواءه حلوه فخلي الناس تعيش اللحظات الحلوة هاي بالزبط. احنا بحاجة لنفس لراحة بس هيك اخبار حلوة بعيد عن المشاكل مرقنا فترة كتير صعبة فرجاء خاص للناس عن جد عيشوا اجواء رمضان هيك بحالاتها ببساطتها بلذتها محبتها جد تنزل الناس تشوف الاجواء الحلوة بالزبط. توكل حلو تتمشى تعيش حلو أكيد. واحنا وانا يعني تباعا على كلام توفيق بدي اقول لكم شغله انه شفنا كثير اجواء حلوه وكمان بنقول انه انزلوا على الشارع صفوا سياراتكم امشوا تسلوا على الطريق فوتوا على محلات الحلو زوروا الكل يعني هذا شيء حلو مش بس نضل ب نتحمل بعض مش بس نضل بالبيت وتكون بس كلمات حلوه بتطلع منا لبعض ان شاء الله ان شاء الله يعني واي شغل واحد يصير معه جد بالاخر مش عدل للعشرة عدل للمية عشان بس يضل الاشي بس حلو على كل حال شكرا لك كل عام وانتم بخير احنا متابعين خليكم معنا متابعين مع البرنامج الرمضاني الميداني عبر قناه هلا الفضائيه ومجموعه بانيت جروب وطبعا رمضان بدون عرق السوس يعني في شيء ناقص بيكون على كل حال خلينا نتعرف وموجود معنا هنا خلينا نتعرف عليك ابو سمره ابو سمره خروب ابو سمره ابو سمره معروف وطبعا
زي ما شايفين يعني اللباس الرسمي مع مع كل الأشياء الفولكلورية الأصلية موجودة معاه. خلينا نسألك قديش الإقبال بصير برمضان على عرق السوق؟ كثير. يعني بطلبوا منك مثلا كبيات ولا أناني بأخذوا على البيت؟ في كناني وفي كسات كمان على حالتين بأخذوا. في ناس بتأخذ كناني في ناس بتأخذ كسات. الطلب هو كثير بيجي من بريت الناصري. في ناس بتيجي خصوصا من بريت الناصر عشان تشرب التمر الهندي اللي انا بسويه. اكيد انا بعرف انه التمر الهندي يعني بده تحضير كثير يعني بيرعوه كم يوم. صح. في مرات باخذ يومين مرات باخذ ثلاث حسب كتير. يعني كمان مش بس برمضان انت انا بشوف انه كمان بالاعراس انا بشتغل بالمناسبات بيكون موجود طبعا. فاحنا يعني التمر الهندي اللي بيعمله اللي كانوا يقولوا العرق سوس صح يعني التمر الهندي اللي بيعمله اكيد احنا دقناه بس اليوم بدنا نشوف الزكا اللي بيولدوا التمر الهندي عنده لأبو صمرة. بدنا نسأله سؤال ونشوف إذا بيقدر يجاوب وإذا لا ممكن يساعدوه كمان اللي حواليه. أنا بدي أسألك صح بعد ما شرب التمر جاوبنا بسرعة. أنا بقول إنه يعني بيقولوا دائما إنه الله بيخلق سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان وبعطيه يعني شغلة كلمة واحدة الله بيخلق الله بيخلق وبرزق صح. والله فظيع والله طلعوا بنصحكم نصيحة اشربوا تمر هندي لأنه بيساعد على الزكاة. يعني الله سبحانه وتعالى بيخلق وبرزق والرزقة على الله. احنا بنقول الحمد لله دائما دائما الرزق على رب العباد. اكيد اكيد الرزق عليه. بنقول لك كل عام وانت بخير بألف خير. ومن هاي المناسبة رمضان كريم لكل الأمة العربية والإسلامية خاصة وأهلا وسهلا فيكم جميعا. وأنا متواجد في شهر رمضان 30 يوم متواجد هون في الناصري وأهلا وسهلا فيكم. احنا طبعا رح نكون كمان مش بس بالناصر بكتير مناطق. نتأمل انه كمان تيجي معنا لغات شي يوم. رح نكون مش بس بالناصر بكتير مناطق عبر قناة هلال الفضائية. كل عام وانتم بخير جميعا رمضان كريم. متابعين معكم على البرنامج الرمضاني الميداني عبر قناة هلال الفضائية وطبعا مجموعة بانت العالمية. وعندنا هون يعني ملوك من ملوك صناع الحلويات في الناصري دياب المحروم. الله يسعدك دياب. الله يمسيكم بالخير وكل سنة وانتم سالمين للجميع. الله يسعدك. أهلين فيك. عليك سامية محروم ام فؤاد مرت دياب محروم. مرت دياب. فهون عندنا عيلة دياب. خلينا نحكي عيلة محروم. خلينا نحكي اول شغلة احنا بعدنا طبعا في بداية رمضان. كيف بتلاقي الاجواء هيك اليوم المميز؟ طبعا بداية رمضان عادة هو شهر رمضان بشكل عام شهر مميز. شهر البركة والرحمة والتآلف والمحبة. لكن احنا خلينا نكون واقعيين عايشين في تحت ظل ظروف شوي صعبة يعني جدا جدا كذا. متأمل ان شاء الله نتخطاها. احنا لازم نكون لازم نكون متفائلين ان شاء الله. شهر البركة 100%. ورأيك كمان والله بصراحة. احنا بنستنى في شهر رمضان انت عارف السنة يعني بيجي مرة بنستنى فيه بالدقيقة. بس احنا متأمل سنة الجاي بلاش احنا نكون يعني اسا متشائمين هالقد. نتأمل سنة الجاي انه يجي بظروف احسن ناحية اقتصادية من ناحية اجتماعية من يعني ناحية سياسية. أول شغلة راحت الكورونا يعني راحت الكورونا بس مهم جدا. إن شاء الله بنتأمل رجع هيك اجتمعنا برمضان كمان مرة. على كل حال أنت بتساعدي لدياب بالشغل؟ آه طبعا أكيد بتساعده. استدت ساعد أكيد استدت ساعده كمان بشغلة تانية. أنا بدي أسألكم مثل شعبي مثل حلو كتير يعني بقولوا دائما لا يغرك رخصه. يعني في كتير ناس بفتشوا على الرخص فكتير هذا نصيحة لكل اللي بيشاهدونا إنه تشتروش رخيص لأنه رخيص مظبوط بالضبط. بس المثل طلع هو مثل بيحكي على هذا الموضوع. انا اعطيتكم هيك شويه طيب. رؤوس اقلام بقول لك لا يغرك رخصه راح ترمي كلمه واحده يعني يا مسترخص يا مسترخص الرحمه عند المراه تندم بالضبط. هاي هي هذا الجواب مغزى. هذا هو مغزى هذا المغزى صح. بس المثل بطريقه ثانيه ناقصه كلمه واحده وهويني كثير. يعني انا اعطيتك كل الفكره واعطيتك كل الفكره يعني لا يغرك رخصه لانه اذا اشتريت رخيص راح ترمي جودة الجو هي بالطريقة أقرب يعني منك بخصه أو يعني لا يغرك رخصه لأنه إذا اشتريت رخيص راح ترمي. هات أساعدهن كمان نصه فمهم جدا ما تشتريش رخيص لأنه إذا استرخصت راح ترمي نصه. فلا تسترخصه راح ترمي نصه. وإحنا طبعا يعني أول إشي حكي كتير نقدر نحكي حلقة كاملة نقدر نحكي صحيح. رمضان غير شكل وعلى قناة هلا كمان غير هلا ما شاء الله. يعني إحنا من حي الطاقم تاع قناة هلا اللي هي يعني سفيري للبلدان العربية بالزبط. هنا وإحنا دائما نتمتع في برامجها وإن شاء الله الله يديم على الطاقم ومدير وصاحب شركة
اهلها بالسلام والصحه والعافيه. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير لجميع المسلمين، جميع طاقم هلا. كمان احنا بنتشرف انه احنا عندنا عنوان وقناه عربيه دائما، يعني عنوان لنا وبنفتخر فيها اكيد. الله يعطيكم العافيه وكل الاحترام لكم، والجميع بخير ان شاء الله، جميع الامه الاسلاميه والعالم كله ان شاء الله. السلام والخير اهم شيء ان شاء الله. مهم جدا، يعني رمضان بيجي ليذكرنا انه قديش الحياه حلوه. رمضان كله خير، كله ايمان، كله تقوى. بنرجع هيك لربنا، بنهدي اعصابنا، بنعمل كمان شغلات صحيه لجسمنا. فرمضان بيجمع الكل، وانا بقول دائما عبر قناه هلا رح يكون شيء كثير مميز. اليوم ابتدانا يعني في الناصري، بس احنا ترقبوا، رح نكون بكثير كثير اماكن ونورجيكم دائما المفاجات الحلوه، ودائما خلوا وجوهكم مبتسمه. كل عام وانتم بخير جميعا. احنا متابعين، وطبعا اليوم اول ايام شهر الفضيل والكريم رمضان. احنا طبعا متابعين برنامجنا الرمضاني الميداني عبر قناه هلا الفضائيه، وتنتعرف عليكم صبايا. يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير. نيروز كيلاني من الناصري. نيروز كيلاني. اي كيلاني ناصري. أي كيلاني. نيروز وايا موجودات معنا. طبعا بدنا نسمع منكم كلمه، يعني اليوم هيك اجواء رمضان في الناصري كمان غير صح؟ اه طبعا في الناصري كل شيء غير، وبالذات عند عمي دياب هون طبعا كل شيء غير. عمي دياب كل عام وانتم بخير. بتيجوا لهون طبعا؟ احنا دائما بنيجي. لا مش بس برمضان، احنا زباينها. خلينا نسالكم، يعني برمضان مثلا كل السنه احنا بنحب الحلو طبعا، بس برمضان بيجي بذكرنا بشغلات بنكون ناسيينها، مثلا بيكونش فيه كل السنه منها طبعا. ممكن عند دياب فيه، بس انه انا بقول لك مرات بيجي رمضان مثلا بقول لنا لقمه القاضي خلص روحوا جيبوا او مثلا قطايف. شو بذكرك رمضان؟ اي حلو بيكون ناسيينه؟ انا بشكل عام بذكرني بالقطايف. اها صراحه. جوز ولا جبنه؟ لا جبنه. جبنه فيش زي جبنه. ايه انا بذكرني بالقطايف برضه، بس هو الحلو هون انه دائما موجود زلابي وقطايف دائما كل السنه، بس خلص برمضان الاشي مميز. رمضان بيزيد لانه يوميا خصوصا انه الجو والقعده عندهم حلوه، وكيف بيستقبلوا الزباين كثير حلو. هذا مهم، يعني لاقيني ولا تغديني ولا تحليني بالضبط. يعني فاحنا اهم شغله الجوه البشوشه مهمه جدا، يعني لاقيني ولا تغديني ولا تحليني حتى، فهنا موجود دائما. بدي اسالن سؤال اسا، التنتين تقدروا تجاوبوا او واحده منكم حسب. احنا يعني طلعوا ربحانين انتوا. اول شيء كل اطباق الحلو الزاكي، يعني بقول دائما كل الناس رقصوا طبعا بعد عيد الفطر في عنا موسم الاعراس. واكيد كلنا بنروح على سهرات وبنقول كثير هيك، بنبقى هكلانين هم شغله معينه غاد كثره الاعراس وكمان شغله. فكل الناس رقصوا، ولكن احنا حطينا شو؟ خلينا نساعدهم، مش الغناني وهن. انتم فايتين مش الدربكة، وانتم فايتين على السهرة. ها عم بساعدك الكوت المصاري. ساعدك هو المصور محمود. على كل حال يعني كل الناس بتكون هكلانة هم انه بدنا نروح على السهرات. احنا كل الناس رقصت واحنا حطينا النقوط، ففكروا فيها شوي. ان شاء الله دائما اجواء فرح بكل بيوتنا وكل مناطقنا. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. ألف خير. رمضان كريم على الجميع. على الجميع. الله اكرم. وشوفوا مين لقينا هنا، شو احلى من ضحكه الطفل هيك نختم فيها مشوارنا اليوم كمان. فكمان نتعرف عليك. محمود اسماعيل من نحف. خال محمود اسماعيل من نحف، وصل على الناصري. محمود كيف لقيت، يعني اليوم احنا باوائل شهر الفضيل الكريم رمضان، كيف لقيت اجواء الناصري؟ الحمد لله رب العالمين. احنا اول شيء كل سنه في الناصري، وعندنا هذا الولد اجانا بالناصري كمان، خلق في الناصري والناصري انا بلد بحبها. يعني هذا هويته نصراويه، ديروا بالكم. والناصري بلد حلو بحبه ونظلنا نيجي عليها. الله يسعدك، واحنا كمان بنحب الجميع. طبعا احنا اليوم بدينا مشوارنا في الناصري، بس رح نتنقل خلال شهر الفضيل لكثير اماكن. بدنا نسالك سؤال كثير كثير هوين بيقولوا دائما، يعني انت متجوز، بس نصيحه للشباب انه الفلوس بتجيب شو؟ عوزن الفلوس الخير. لا عوزن الفلوس انتبه، يعني الشباب اليوم بحضروا حالهم، بيبنوا هالعمارات وبيشتروا سيارات وبيشتغلوا وبيظبطوا حالهم وبيوفروا مصرياتهم، لانه الفلوس بتجيب عوزن الفلوس. عم بيساعدوك، يعني الفلوس بتجيب العروس. الفلوس بتجيب العروس، لانه اليوم عن جد يعني بدي ابعث تحيه لكل الاهالي اللي عندهن بنات وجايين عرسان لبناتهن. خفوا عليهن شوي عن جد، تطلبوش كثير، لانه اليوم يعني الطلبات صعبه على العريس، فيا دوب يركز بيت ويركز سياره ويركز شغل، فخفوا عليهن شوي. على كل حال كل عام وانت بخير. وانت بالف خير حبيب قلبي. الله يسعدك. دائما هيك بابتسامه الطفل الحلوه. شو اسمه؟ محمد. محمد شو يا محمد؟ قول لهم هيك على الكاميرا باي. قول لهم باي. قول لهم باي هناك.
على كل حال بابتسامة هالطفل رح نختم مشوارنا اليوم من الناصرة. لقونا لأنه إحنا مكملين معكم على مدار الشهر الفضيل والكريم رمضان عبر قناة هلا الفضائية وعبر بانيتي جروب طبعا العالمي. خليكم معنا دائما تابعونا، رح نكون بهالشهر الفضيل والكريم رمضان بكتير أماكن. فتحياتي لكم جميعا، شكرا للمصور محمود حجاجري كان معكم من قناة هلا وطلع عليكم اليوم لأول مرة بسيم دموني. إلى اللقاء.